بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، أهلا بكم ومحاضرة في مقرر تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية. آخر محاضرة أو المحاضرة السابقة عن كيفية تفريغ بيانات الدراسة الميدانية أو البيانات اللي احنا جمعناها من الميدان. وقبل ما نتكلم عن تفريغ البيانات ديت، اتكلمنا عن كيفية عمل اندكس للخرائط، وان احنا نقسم الخريطة بتاعة المنطقة بتاعتنا الى عدة لوحات، ثم بعد ذلك نحفظ هذه اللوحات في شكل ملف بي دي اف ونطبعها، وكل عضو من اعضاء فريق العمل بياخد اللوحة الخاصة بيه وبينزل يجمع البيانات المدنية عن كل مبنى من المباني اللي موجودة عندنا في اللوحة. إن شاء الله النهاردة محاضرة اليوم هنتعرف على كيفية الربط ما بين جدول البيانات اللي احنا عاملينه ده، جدول البيانات اللي احنا جمعناه من الميدان، ازاي نعمل لها عملية إضافة على برنامج الارك جي اس، وازاي نربطها بجدول البيانات المكانية اللي موجودة عندنا. نبدأ كده بمشيئة الله تعالى. طبعا احنا خلصنا الاندكس ده، ف يعني هنعمل اغلاق للطبقة الخاصة بالاندكس اللي هي الجريد. نضغط اقف عليها كده كليك يمين ونقول له ريموف، نقول له يس. نروح طبعا نستعرض الخريطة بتاعتنا في واجهة داتا فيو زي ما انتم شايفين كده، ونحاول ان احنا نخليها فول اكستنت او نخليها من الشاشة زي ما انتم شايفين. ديت الخريطة بتاعتنا بتاعت المنطقة بتاعتنا، وعليها الليبل الخاصة بكل مبنى. احنا دلوقتي عايزين نعمل عملية ادراج لجدول البيانات الوصفية اللي انا جايبه من على الاكسل ده، عايز اضيفه عندي في برنامج الارك جاي اس. هنا في البداية نقفل برنامج الاكسل او الجدول ده في برنامج الاكسل، لان لو انا فتحته حاولت ان انا اعمل له ادراج البرنامج هيرفض. ليه؟ لان هو ما ينفعش ان انا اشتغل على ملف في برنامجين في نفس الوقت، فانا هقفل برنامج الاكسل بالشكل ده. وفي عندي طريقتين بقى لعملية إضافة الجدول أو جدول من إكسل إلى الأرك جي إس. الطريقة الأولى إن أنا أضيفها عادي أكني بضيف أي طبقة، إن أنا أروح على أد داتا الأيقونة ديت أو من فايل وأختار أد داتا، ومن أد داتا أختار أد داتا دي طريقة هيت. وبعدين بروح على الملف بتاعي، الملف بتاعي اسمه ديتا او دوميتا ديتا او من نوع اكسل اهوت بالشكل ده دوميتا ديتا. لو انا ضغطت عليه كده بلاقي عندي في الملف الثلاث ورقات اللي هم او ثلاثة شيت اللي موجودين. البيانات طبعا انا حطيتها على الشيت الشيت الاول. اقف على الشيت الاول كده واقول له اد، فهو كده ضاف لي اهوت جدول البيانات الوصفيه. تمام، اقف عليه كده كليك يمين واقول له اوبن. زي ما انتم شايفين اهوت، ادي جدول البيانات الوصفيه او الجدول اللي انا جايبه من الاكسل. هو ما زال لسه الجدول من برنامج الاكسل. دي طريقه من ضمن الطرق. نلاحظ عندنا هنا ان الجدول بتاعنا فيه حوالي او في كام صف عندنا 4192 صف، يعني عندنا هنا 4192 مبنى. تمام يا شباب، 4192 مبنى. نشوفهم كده، ادي المباني اللي انا دي المباني اللي انا رفعتها او الارقام اللي انا رفعتها من الميدان. تمام، هقف كده على طبقة الاول سيكتور واقول كليك يمين واقول اوبن اتريبيوت تيبل. هذا هو ده جدول البيانات الوصفية الخاص أو المرتبط بالبيانات المكانية اللي هي المباني عندنا. فها كم مبنى عندنا؟ 4192.
لو احنا لاحظنا جدول البيانات الوصفية الخاص بالفيتشر كلاس اللي احنا انشأناها داخل قاعدة البيانات، بيتكون عندي من 4 أعمدة أساسية يتم إنشاؤهم تلقائيا من قبل البرنامج. العمود الأول اللي هو الـ FID، ويحمل أحيانا Object ID، المسمى Object ID أو OID، 3 مسميات واحد. الحقل ده زي ما قلت قبل كده، لو هو في الـ Feature Class يبدأ الترقيم بتاعه بواحد، ما أقدرش إن أنا أعدل عليه. لو أنا حذفت منه صف يبقى الترتيب بتاعي يبقى 1 3 4، يعني ما بيعملليش عملية إعادة ترتيب مرة أخرى، لأ. لو أنا حذفت صف 2 ده أو حذفت صف 2 و3، يبقى بعد كده اللي هيحصل إيه؟ البرنامج هيقول لي الترتيب عندي هنا في الـ FID 1 4 5 6. طب 2 و3 فين؟ لأ خلاص دول اتحذفهم، فالبرنامج ما بيعملش إعادة ترتيب للكود الـ FID أو الـ Object ID أو الـ OID ده. العمود التاني اللي بيتم أيضا إنشاؤه تلقائيا من قبل البرنامج اللي هو عمود الشيب. والشيب عندنا هنا او الحقل التاني ده اللي هو الشيب، ويتم فيه كتابة نوع ملف الرسم. ملف الرسم بتاعي ده هل هو من نوع بوليجون ولا بولي لاين ولا بوينت، وما اقدرش برضو ان انا امسح او اعدل في هذا الحقل. تمام. عندنا العمود الثالث اللي عندنا ظاهر ده اللي هو الشيب لينس، والعمود ده اللي هو الشيب لينس والشيب اريا، دول عمودين برضك يتم انشائهم تلقائيا وما اقدرش ان انا امسح منهم حاجه ولا اعدل في الرقم ده. ليه؟ لان البرنامج تلقائيا بيتم او البرنامج بيقوم بعمليه حساب الاطوال والمساحات بطريقه تلقائيه. يعني لو جيت حتى هنا اشوفه كده او ان انا اعمل له ديليت، مش هينفع ان انا اعمل له ديليت. تمام. بيحسب لي الاطوال وبيحسب لي المساحات اذا كانت الطبقه بتاعتي من نوع بلوجون. تمام، انتوا شايفين كده، يعني لو الطبقه من نوع بلوجون في البرنامج على طول بيحسب لي الاطوال ومساحات. طب لو البرنامج لو الطبقه بتاعتي من نوع بولي لاين، زي مثلا طبقه الايه الستريت دي، انا هفتحها اهوت، افتح جدول البيانات الوصفيه، اقف على الطبقه كليك يمين واقول له اوبن اتريبيوت تيبل. شايفين ايه اللي حصل عندي؟ ادي الاوبجكت اي دي اهوت، والتكود بتاعي بيبدا من ايه؟ من 1 وليس من الصفر. ايه اللي بيبدا عندي من الصفر؟ الشيب فايل. لما بيكون عندي شيب فايل فيبدا الترقيم بتاعه من الصفر، 0 1 2 3 4. انما لو الطبقه عندي من نوع فيتشر كلاس فعلى طول بيبدا لي من 1. لاحظوا بقى عندي هنا في طبقه الستريت وهي من نوع بولي لاين، الاوبجكت اي دي ده اللي هو اللي احنا قلنا عليه الرقم الكودي، وما ينطبق عليها في طبقه البولي لاين ينطبق ايضا على الايه والسيكتور. الشيب اللي هو نوع الشيب بتاعنا بولي لاين. طب احنا لو احنا جينا شفنا ايه البوليجون اهوت مكتوب ايه؟ بوليجون. تمام. انما الستريت اهو من تحت هنا كده النوتيفيكيشن بتاعها بولي لاين. جاب لي هنا الشيب لينس. طب الشيب لينس عندي هنا اللي هو الطول، طول الخط اللي عندي ده، حسب لي كل خط عندي الطول بتاعه موجود عندي بالامتار واجزاء من الامتار. ممكن ان انا اعدل هنا في المنازل العشريه اللي موجوده بعد الفصل دي، ان انا اقف على العمود كده كليك يمين على راس العمود اهو كليك يمين واقول له بروبرتيز، واجي هنا في النافذه اللي هي فيلد بروبرتيز ولا عندي كلمه نيوميريك، اضغط على الايقونه اللي جنبها ديت، الاقي هنا المنازل العشرية 6، لا انا خليهم 0 واقول له اوكي. شوفوا لاحظوا كده اللي هيحصل عندي هنا، المنازل العشرية دي كلها هيحصل ايه؟ وشوفوا الرقم ده 1358.51.76.79. شوفوا اللي هيحصل عندي هنا في الرقم ده في عملية الجبر. قلت له ابلاي كده، ايه اللي هيحصل عندي؟ 1359. اذا لو عندي رقم قبل العلامة العشرية اللي هو الـ رقم صحيح أو رقم حقيقي، تمام، وبعد منه علامة عشرية وفي أرقام عشرية، تمام، فإذا كان الرقم ده ممكن يكبر فهيكبر عندنا. إذا عندنا
في الفيشر كلاس إذا كانت طبقة من نوع بوليجون فبيتم إنشاء 4 أعمدة، واحد في الـ ID أو Object ID والشيب والشيب لينس والشيب اريا، يتم حسابهم برضك تلقائيا اللي هي الشيب اريا. طب لو الطبقة اللي عندي ديت من نوع بوينت هيظهر لي عندي الـ FID أو الـ Object ID تمام والشيب بس، ويكتب لي هنا مكانها بوينت. طب الشيب لينس والشيب اريا لا مش هيظهر عندي، لان النقطه ليس لها مساحه وليس لها بعد، تمام، ملهاش لا مساحه ولا طول، انما اللاين له طول، البوليجون له ايه، له محيط. اللينس هنا تعني عندنا المحيط بتاع البوليجون نفسه، يعني اي بوليجون عندي هنا بيقوم قايس لي المحيط بتاع البوليجون ده يحطه لي هنا. الشيب اريا اللي هي المساحه بتاعته حسب الوحده اللي انا بحددها، سواء كانت متر او الكيلومتر، المتر المربع او الكيلومتر المربع او القدم او الهكتار، اي وحده بتستخدم في عمليات المساحه او في حساب المساحه. الفيلد الاخير ده اللي هو الاف اي اللي هو الاي دي وليس الاف اي دي، الاف اي دي اللي هو الفيلد اي دي ده اللي هو التلقائي، انما ده بقى ده عمود انا اللي ضفته وحطيت فيه ايه؟ وحطيت فيه الاكواد الخاصه بيا، انا اللي مدخل الاكواد دي، ممكن اعدل فيها، ممكن ان انا احذف منها اعدلها مره تانية. انا ممكن ابدا من 101 مثلا، تمام، ابدا بعدها 102، تمام، كده ارجع اعدله تاني 1 2، تمام. فانا ممكن اعدل هنا، تمام كده يا شباب. ده بالنسبة ل اللي هي الشكل البنيوي للجدول. الجدول عندنا بتاع البيانات الوصفية يتكون زي ما احنا قلنا من أعمدة كولايم وصفوف. الأعمدة تعرف باسم فيلد، أيضا تعرف باسم كولايم، تعرف باسم حقول. يبقى العمود فيلد، كولايم كولايم، حقل، تمام، عمود او حقل. عندنا الصفوف تعرف ايضا باسم ريكورد او صف او سطر، تمام يا شباب. يتسع جدول البيانات الرأسية الوصفية رأسيا، يعني ازاي؟ يعني بيتسع كده بإضافة إيه؟ بإضافة صفوف رأسيًا، يعني الجدول عندي بيتسع بالشكل ده، كل ما أضيف صف فبيتسع رأسيًا، تمام؟ وبيتسع أفقيًا، أفقيًا كده، تمام؟ بإضافة حقول، تمام يا شباب؟ الحقل عندي كل حقل من دول يضم خاصية واحدة للبيانات اللي موجودة عندي، يعني عندي الحقل ده بيضم خاصية اللينس بس. الحقل ده يضم خاصية اللينس، الحقل ده يضم خاصية اللي هي الاريا. لو انا عندي بقى ايه بيانات خاصة بالمباني اللي انا راسمها ديت اللي هي ارتفاع المبنى، فالحقل اللي بعدها هيبقى هنا مثلا وليكن ارتفاع المبنى، فيختص بخاصية واحدة بس اللي هي ارتفاع المبنى، طابق، طابقين، ثلاثة، أربعة. إذا كان بحالة المبنى جيد، رديء، متوسط، ممتاز، فايه هيبقى خاصية واحدة. إذا كل حقل عندنا هنا من الحقول ديت دي إيه؟ بتضم إيه؟ بتضم خاصية واحدة. إنما الفيلد عندي، سوري، الرو عندي أو الصف عندي أو السطر عندي، فكل سطر عندي هنا بيمثل ظاهرة أو ميزة مرسومة عندي على الخريطة. يعني بصوا كده، لو إحنا جينا شفنا إيه الصفوف اللي موجودة عندنا دي، الصف ده اللي هو صف رقم واحد يعني عندي ان في عندي ظاهرة رقم واحد هنا او بولوجون رقم واحد. علشان كده لما احب ان انا اعرف عدد البولوجونات اللي موجودة عندي في الخريطة، فانا لو انا بصيت هنا اهوت على الرقم اللي تحت ده اهوت 4192، يبقى ده عدد البولوجونات اللي موجودة عندي في الخريطة، تمام. ليه؟ لان كل صف من ده بياخد رقم، تمام،
او كل صف من ده بيمثل عندي ايه بلوجن على الخريطة. فعدد البلوجونات اللي موجودة 4192، تمام؟ ف 4192 يعني عندي هنا 4192 مضلع مرسومين في الخريطة بتاعتي. ده بالنسبة للبنية بتاعت الجدول بتاعنا. هنتكلم برضو عن تفاصيل في بنية الجدول او جدول البيانات الوصفية ان شاء الله في مرحلة قادمة، ولكن احنا عايزين دلوقتي نربط او نجيب جدول بيانات وصفية ونربطها بطبقة الشوارع او طبقة المباني اللي موجودة عندنا دي. احنا رحنا فتحنا جدول بيانات وصفية او جدول بيانات جايبينه من اكسل اهو بالطريقة ديت. لو انا وقفت على هنا كده ادي جدول بيانات الاكسل اللي احنا كنا عاملينه. ممكن ان انا اقف على الجدول هنا كده كليك يمين، تمام، كليك يمين كده واقول له ديتا واقول له اكسبورت واصدره الى جدول داخل قاعدة البيانات اللي عندي. اجي هنا كده انا قلت له اكسبورت كده وانا عندي قاعدة بيانات اللي هي في دميرتا سيتي واضغط عليه كده، تمام. لاحظوا عندي كده باجي هنا احدد قاعدة البيانات بتاعتي اللي اسمها ايه، اللي اسمها دميرتا، تمام. اذا جدول البيانات اللي انا ممكن اصدره من اكسل الى تيبل الى داتابيز داخل القاعدة بتاعتنا يتم حفظه مباشرة داخل قاعدة البيانات وليس داخل الداتا سيت. يعني بيبقى داخل قاعدة البيانات وليس داخل الداتا سيت اللي موجودة عندنا، تمام. فاحنا هنسميه اهوت، هنسميه عشان نبقى عارفين ان هو من اكسل، اكس سي اي ال تو تيبل، عشان نبقى بس عارفين ان ده متحول من الاكسل للتيبل. واقول له سيف واقول له اوكي. مش هيقدر ان هو يحفظه له هنا ليه؟ لان انا عندي الايديتور بتاعي مفعل. فانا ايه اقفل الايديتور الاول، اروح اقفل كده الايديتور الاول كده اقول له ستوب واحفظ كده التغيرات اللي عندي. وبعد كده اروح اصدر الجدول تاني زي ما انا عملته اهو كده، كليك يمين واقول له داتا اكسبورت داتا واروح احدد اسم الجدول بتاعي اهوت واقول له ايه اوكي. يبدأ ان هو يحفظ لي الجدول بتاعي من صورة اكسل الى تيبل داخل قاعدة البيانات. اقول له يس عشان يضيفه لي عندي هنا اهو، ضافه لي عندي هنا اهوت، تمام. اروح بقى ايه على الاكسل ده واقول له كليك يمين واقول له ريموف. انا مش عايز الاكسل بقى خلاص، انا عندي الجدول بتاعي اللي انا جايبه منين، اللي انا جايبه من الاكسل وصدرته باسم ايه اكسل تو تيبل، اللي انا حولته من ملف اكسل الى ملف داتابيز او تيبل داتابيز داخل قاعده البيانات. اروح افتح كده الجدول ده، اقف على كده كليك يمين واقول له اوبن. اقول له اوبن اهو فتح اهو زي ما انتم شايفين اكسل تو تيبل، ادي البيانات اللي موجوده عندي اهي، ادي الاي دي اللي انا كنت عاملها في جدول الاكسل. لما انا حولت جدول الاكسل الى تيبل داخل قاعده البيانات ادانا على طول او عمل على طول كود خاص بالجدول اللي هو الاوبجكت اي دي زي ما انتم شايفين ده. ده برضه كان انا ما اقدرش ان انا اعدل فيه. لاحظوا عندنا هنا ان الجدول بيعرض في وضعيه ليست باي سورس. لما بيكون عندي الخيارات هنا اهيت، بصوا كده ليست باي دروينج اوردر، اول واحده ليست باي دروينج اوردر، لو انا ضغطت عليها انا ما بشوفش الجدول عندي هنا. اذا يتم عرض الجدول في وضعيه ليست باي سورس. ممكن يجي لك خيارات كده، تمام، يقول لك يمكن اظهار الجدول في التي او سي اذا كان وضعيه عرض البيانات
ليست باي اوردر باي دروينج اوردر، ولا ليست باي سورس، ولا ليست باي فيزابيلتي، ولا ليست باي سيلكشن. بصوا كده سيلكشن الوضع بتاعها شكله ايه، مش شايفين الجدول هنا؟ ها الجدول ظاهر هنا؟ لا مش ظاهر هنا. باي سورس ده ظاهر عندي هنا. اذا الوضعية اللي بيمكن اظهار الجدول فيها لما بيكون ليست باي سورس، تمام. دي طريقة من ضمن الطرق اللي انا استدعيت بيها الجدول داخل برنامج الارك جي اس، جدول من الاكسل داخل الارك جي اس. في وضعية تانية او في طريقة تانية ممكن ان انا احول بها، او ان انا اعمل كونفرزيشن او اعمل تحويل للاكسل الى تيبل من داخل الارك تول بوكس. هروح كده على الارك تول بوكس، ومن لاحظوا كده عندنا ادي الارك تول بوكس اهوت، ومن خيار كونفرزيشن تول اللي هي ادوات التحويل اضغط عليها كده، بلاقي عندي هنا اكسل. من اكسل كده اضغط عليها يقول لي اكسل تو تيبل وتيبل تو اكسل. يعني لو انا حبيت احول الجدول ده تاني احوله من تيبل لاكسل، انا ممكن احوله. عندنا اهو اكسل تو تيبل، اضغط عليها فتحت عندي نافذه اكسل تو تيبل. بلاقي عندي فيه مجموعه من الخيارات لازم ان انا احققها عشان احول الملف بتاعي من اكسل الى تيبل. اول حاجه بروح على انبوت اكسل فايل، اروح احدد المدخل بتاعي اللي هو الاكسل فايل. اسمه الاكسل فايل بتاعي اسم انا مسميه هنا دميتا ديتا. اقول له اوبن، اضغط عليه كده. هو بيقول لي هنا ايه، ان الملف بتاعك مستخدم في برنامج تاني. بالفعل احنا كنا استدعينا الملف هنا، استدعينا الملف عندنا هنا فين؟ في ال تي او سي، تمام. نعمل الاتي الاول، نقفل كده. زي ما انتم شايفين اهوت، تم استدعاء الملف بتاعي اللي هو دميتا ديتا، تمام. هاجي هنا واقول له اوبن، اقف على الملف كده كليك يمين واقول له اوبن، ففتح لي اهوت الملف بتاعي، تمام يا شباب. البيانات اللي انا جمعتها من الميدان زي ما انا قلت. هفتح كده الفرطة بتاعت الايه الاساسية نسميها هي. انا عايز اضيف بقى الملف بتاعي اللي هو التيبل اللي انا حولته الى النافذة اللي عندي ديت، او الى الاركمات. اروح على الديتا كده واروح على قاعدة البيانات بتاعتي. خلاص بقى احنا مش هنروح للاكسل، هروح قاعدة البيانات بتاعتي اللي انا عملتها اسمها ديتا، او الملف بتاعي هو اسمه ايه دميتا ديتا. اقول له اي اد، فتم اضافته الى التي او سي زي ما احنا قلنا فين، في وضعية ليست باي سورس، تمام. انا عايز اربط الملف ده، بيانات بتاعه الملف اللي انا جايبها من اللي انا حولتها من الاكسل ده، اربطها بجدول البيانات وبين اتربوت التبول اهو كده، تمام. عايز اربط البيانات ديت اللي هي الخاصه ب دميتا اهي، البيانات الوصفيه ديت عايز اربطها. طبعا انا دلوقتي ظاهر عندي هنا جدولين، جدول اللي هو دميتا ديتا
ولو انا جيت جنب منه هنا الاقي ايه اللي هو الجدول الخاص بالبيانات الوصفية لطبقة اول سيكتور. تمام، انا عايز اربط بقى البيانات ديت بالبيانات دي. علشان اربط الجدول بتاع البيانات الوصفية اللي هي الداتا ديتا جدول البيانات الوصفية اللي هي اول سيكتور، لازم يكون عندي حقل مشترك او كود مشترك ما بين الطبقتين. الكود ده بيساعدني ان انا اعمل عملية ربط ما بين الحقل او ما بين الجدول بتاع داتا و اول سيكتور. فانا كنت عامل حقل اسمه اي دي، والحقل ده بياناته اللي ظهرت عندي في الخريطة اثناء عملية الرفع الميداني اللي انتوا شايفينه ده. يعني كل حقل عندي واخد رقم زي ما انتوا شايفين اهو، والارقام ده هي الارقام اللي انا رفعت بيها في عملية الرفع الميداني او تجميع البيانات في الدراسة الميدانية اللي انا عملتها لمنطقة الدراسة بتاعتي. فكل مبنى عندي في استمارة الرفع الميداني خد الرقم بتاعه وجا حطيت جنب منه ايه الخصائص اللي انا جمعتها من الميدان. اذا انا عندي كل رقم في جدول البيانات الوصفية اللي احنا شايفينه ده بيقابله نفس الرقم برضه في الجدول بتاع الدراسة الميدانية بتاعتي اللي انا مجمعه من الدراسة الميدانية. يبقى انا هروح اربط اللي هو التيبل اي دي ده، تمام، بجدول البيانات الوصفية او بالكود اللي انا حطيته في جدول البيانات الوصفية الخاصة بطبقة كل سيكتور. طب نعمل ايه بقى؟ اروح اقف كده على في التي او سي على طبقة كل سيكتور، كليك يمين، وبعدين انزل اختار الخيار اسمه جوين اند ريليت، تمام، ومن الخيار دوت اختار جوين. بلا عندي النافذة ديت موجودة اهيت، بقول لي جوين تيبل فروم اتيبل جوين اتريبيوت فروم تيبل، تمام. هربط الاتريبيوت تيبل اللي موجودة عندي في الطبقة دهيت من تيبل تاني. بس انت عايز تعمل ايه بقى؟ هتربط ايه؟ هربط الاي دي بتاعي بقى، الاي دي ده اللي انا مدخله هو في الاتريبيوت تيبل الخاص بالاول سيكتور، تمام. بيجي هنا بقى يستعرض لي يقول لي ايه دي التيبلز اللي موجودة عندي، عايز تربط البيانات ديت او الاي دي ده الكود اللي انت عامله هنا ده في جدول البيانات الوصفيه، عايز تربطه باي كود هنا لاي طبقه هنا، فانا اقول له اربطه لي بالجمليات ديتها. فيجي هنا يقول لي ايه choose the field in the table to base the join on، حدد لي اهوت او اختار لي الفيلد اللي هو يكون عندك اساسي في عمليه الربط، فانا اقول له اربط لي التي اي دي التيبل اي دي، مش هو ده الكود اللي انا جمعت له البيانات من الدراسه الميدانيه. يبقى انا هربط كل رقم عندي في الكود ده هيروح للرقم المقابل له في الكود ده، تمام كده. وبعد كده اقول له اوكي، لاحظوا اللي هيحصل عندي كده، اللي حصل لجدول البيانات الوصفيه الخاصه بقول سيكتور، احنا مش كان اخرنا الجدول هنا والاي دي بتاعتنا، ايه اللي حصل؟ قام جايب على طول كل البيانات اللي جايه، كل البيانات اللي جايه من جدول دمياط داتا من اول هنا كده لحد الاخر، كل دي البيانات اللي هو ايه عمل لي جوين. يبقى انا كده ربطت جدول البيانات الوصفيه لطبقه اول سيكتور مع البيانات الوصفيه اللي جايه من جدول دمية التعداد. الربط ده اسمه اون فلاي، يعني ربط وهمي، يعني مجرد لو انا قفلت البرنامج دلوقتي وجيت افتح اول سيكتور تاني هلاقيها زي ما هي من غير البيانات اللي مربوط بها دي، هلاقي بس الحقل ده من هنا لحد هنا. طب والباقي ده راح فين؟ لا خلاص ده خلاص هيتفصل تاني. علشان احفظ الطبقه دهيت اللي هي طبقه اول سيكتور دهيت بالبيانات اللي تم ربطها، يعني عشان احفظها بالبيانات اللي انا ربطتها معاها دهيت، وتكون هذه البيانات اللي انا ضفتها دهيت تكون جزء من الجدول داخل طبقه الاول سيكتور، يبقى لازم ان انا اصدر الطبقه دهيت مره تانيه، اعمل لها عمليه تصدير بما فيها اللي هي الايه الداتا اللي هي اتضمت اليها او اتربطت بيها. طب اصدرها ازاي؟ اقف على الطبقه كده كليك يمين، وبعد كده اقول له داتا واقول له اكسبورت، واجي هنا احدد مكان الحفظ بتاعي. انا هحفظها هنا كنت بسمي اول سيكتور، لا انا سميها بقى هنا ايه البيلدنج بتاعتنا، تمام.
المباني بتاعتنا. واقول له ايه؟ اقول له سيل. لاحظوا كده يا شباب، لو انا جيت الطبقه ده وانا بصدرها كده اهوت، وجيت ايه حطيتها داخل قاعده البيانات بس كده، ما حطيتهاش داخل الداتا سيت دي، يعني انا خليتها بره الداتا سيت. في هذه الحاله الطبقه دي هتعرف باسم ستاند الون فيتشر كلاس، هتبقى فيتشر كلاس منفرد. فيتشر كلاس ايه؟ منفرد. اذا الطبقه ديت اللي هي البيلدنج دي لو انا حفظتها خارج الداتا سيت تعرف باسم ايه؟ ستاند الون فيتشر كلاس. وفي هذه الحاله هذه الطبقه لو انا جيت اعمل لها توبولوجي لا تخضع للتوبولوجي. ليه؟ لان التوبولوجي يتم على الطبقات اللي هي موجوده داخل الداتا سيت. ما ينفعش ان انا اعمل على ما ينفعش ان انا اعمل ايه توبولوجي على طبقه موجوده داخل الداتا بيز وخارج الداتا سيت، لازم أن تكون الطبقه داخل الداتا سيت. فانا هاجي هنا كده واخلي الطبقه بتاعت اسمها بيلدنج، او ادي لها الاسم بيلدنج داخل ايه ده من التصنيف، واقول له سي، اقول له اوكي، هيعمل لي عمليه حفظ اهو زي ما انتم شايفين 4192. هيجي يقول لي بعد كده ايه، do you want to add the exported data to the map as a layer؟ اقول له إيه؟ عايز تربط او عايز تضيف الطبقه ديت؟ اقول له ايه، اروح على الاول سيكتور كده واقول له ايه، اقول له ريموف. انا دلوقتي ايه الطبقه الاساسيه عندي بعد ربط البيانات، انا مش محتاج بقى الاول سيكتور دلوقتي، مش محتاج اول سيكتور. تمام يا شباب، اصبحت الطبقه اللي جايه لي بالبيانات بتاعتها، واصبح البيانات الوصفيه اللي عندي دي كلها لاحظوا كده اصبحت جزء من الطبقه اهي. هفتح كده اوبن اتريبيوت تيبل الطبقه الجديده. لاحظوا بقى يا شباب ايه اللي عندي، ادي الاف اي دي، وادي الشيب، ادي الاي دي الاولاني اللي انا كنت عامله، وادي الاوبجكت اي دي الخاصه بجدول البيانات الوصفيه اللي هي ضمن الداتا هي الاوبجكت اي دي ده، وادي التي اي دي اهوت التي اي دي، وادي البيانات الوصفيه كلها. وفي الاخر خالص اداني ايه؟ اداني الشيب لينس والايه؟ والشيب ايرور. اصبحت البيانات ديت جزء من الطبقه دلوقتي او من جدول البيانات الوصفيه الخاصه بطبقه بيلدينج. طب لو جينا بصينا كده يا شباب الايه؟ البيانات اهيت. تمام؟ طبعا خلصنا يعني الملف اللي هو الخاص بدمية داتا اللي هو ملف التيبل ده اللي هو البيانات اللي انا كنت عاملها من الميدان او محولها من الاكسل، انا خلصت مهمته خلصت معايا، اروح ايه اشيله من عندي هنا عشان ايه ما اعملش زحمه، اطلع على كليك يمين واقول له ايه ريموف. تمام، وخليني في وضعيه ليست باي دروينج اوردر، ادي الطبقات اهي اللي موجوده عندي. تمام يا شباب، عايزين كده نعمل حاجة كويسة هنا. أنا عندي طبعا اللي هي الطبقات اهيت أو الطبقة الخاصة بالبيلدينج زي ما انتم شايفين المباني، وعندي الطبقة التانية هنا اللي هي طبقة السيكتور. السيكتور دي اللي هي القطاعات بتاعة المدينة اللي عندي أو الجزء بتاع المدينة اللي عندي ده، القطاعات دي قطاع 1 2 3 4 5. أنا عندي المباني ديت زي ما انتم شايفين، أنا مش عارف ايه هي المباني اللي موجوده عندي من ال 4192، عايز اعرف ايه المباني اللي من المجموعه دي كلها او من المجموع ده اللي بتقع في القطاع رقم 1، وايه هي المباني اللي تقع في قطاع 2. يعني عايز اهوت احط جنب كل مبنى بيقع في اي قطاع من القطاعات ديت. انا عندي بس مجرد خصائص كده، انا عايز احط جنب كل مبنى هنا اقول المبنى ده بيقع ايه. يعني على سبيل المثال كده لو انا جيت على المبنى ده كليك كده، تمام، هشوف المبنى ده بيقع في اي قطاع. هنصغر بس شويه كده عشان نشوفه داخل القطاع بتاعه. ده بيقع في القطاع ده. طب القطاع ده رقم كام؟ انا عايز اشوف القطاع ده رقم كام. هفتح كده الجدول بتاع البيانات الوصفيه الخاص بالسيكتور، اقول له اوبن اتريبيوت تيبل. تمام، القطاع ده رقم كام؟ اشوف كده القطاع ده رقم كام، اخد كده الايه السيلكت بتاعي ده كده وجعل القطاع هو وحدد ده القطاع رقم كام، سيكتور 1. تمام، يبقى القطاع المبنى اللي هنا ده بيقع في سيكتور 1. طب انا عايز كل مبنى بيقع داخل سيكتور 1 هنا يتحط جنب منه ان هو في سيكتور 1. يعني كل مبنى هنا يتحط جنب منه في حقل كده
المبنى ده بيقع في سيكتور 1، ده بيقع في سيكتور 2، ده بيقع في سيكتور 3 وهكذا. اعمل الكلام ده ازاي؟ عندنا اداه هنا ظريفه قوي اسمها سبيشال جوين. اجيبها منين؟ من اركوت البوكس، تمام. وعندي هنا في الخيار اناليسيس تولز اختارها كده، وعندي خيار اسمه اوفرلاي ومنها سبيشال جوين. سبيشال جوين ده يعمل لي ايه بقى؟ هيربط لي البيانات اللي هي موجوده عندي في طبقه البيلدنج بالبيانات الخاصه بكل قطاع داخل طبقه السيكتور. يعني هيعمل ايه؟ هيضيف لي عمودين اهو كده، ويكتب لي جنب كل مبنى القطاع اللي هو بيقع فيه، تمام. نعمل ايه بقى؟ نضغط على سبيشال جوين كده، احدد الطبقه بتاعتي التارجت اللي انا عايز احدد جنبها كل مبنى، ويقع جنب كل مبنى اسم القطاع الخاص بيه. اجي هنا اقول له بيلدينج، اختار بيلدينج التارجت بتاعتي، الجوين فيتشر اللي هي ايه شباب؟ اللي هي السيكتور. يعني هيعمل ايه البرنامج زي ما تاني؟ كل سيكتور او كل قطاع هيتكتب جنب الايه؟ جنب المبنى اللي بيقع فيه، تمام. واجي هنا الاوت فيتشر كلاس، احدده هنا كده، واجي هنا في الداتا ست اهيت اللي اسمها ديميت سيتي، وهسميها خليها باسم بيلدينج. طبعا ما ينفعش ان انا احط داخل قاعده البيانات الواحده طبقه بنفس الاسم. يعني لو انا جيت هنا اهو قلت له خليها بيلدينج هنا كده، هيقول لي لا ما ينفعش. ليه؟ لان انا عندك في قاعده البيانات اللي اسمها دمياطه دهيت في ملف اسمه بيلدينج، فما ينفعش اتنين ملف بنفس الاسم داخل قاعده واحده، فانا لازم اديله اسم تاني. هسميه ايه؟ وليكن اقول له سميها بيلدينج واحد، تمام. اقول له سيف، تمام كده يا شباب. يبقى انا اهوت اجي داخل قاعده البيانات اهيت، وهسميها ايه؟ بيلدينج واحد، واخلي الملف بتاعي الجديد داخل الداتا سيت، داخل الداتا سيت، واقول له سيف زي ما انتم شايفين كده. واجي هنا بقى جوين اوبريشن، انت عايز تعمل ايه؟ هقول له اربط لي 1 جوين 1 تو 1، تمام. 1 ايه؟ 1 تو 1 ولا ميني ولا 1 تو ميني؟ ها 1 تو ميني ولا 1 تو 1؟ لا خليها 1 تو 1. ليه؟ لان انا عندي المباني كل مجموعه مباني هتقع فين؟ هتقع داخل داخل قطاع، تمام. وبعد كده اقول له اوكي، هيديني طبقه جديده اسمها بيلدينج 1. هنشوف الفرق ما بينها وبين البيلدينج دي. شايفين اهوت البرنامج بيبدا ينفذ الامر بتاعنا تحت اهوت. خلاص اهوت نفذ الامر، وادي الطبقه الجديده اللي طلعت عندنا. نفتح كده، ادي البيلدنج الاولانيه اهيت، وادي عندنا هقف كده على البيلدنج 1 واقول له اوبن اتريبيوت تيبل، ففتحها لي اهيت. بصوا كده العمود الجديد اللي هيتضاف عندي، ضاف عندي عمود جديد اسمه ايه؟ ايه اللي هو ايه؟ اي نيم ده اللي انا حاطه هنا اهو، سيكتور اهو، مش انا كنت عامل اي نيم للسيكتورز، تمام؟ فخد الاسم ده خلاص الاي نيم، وضاف لي عمود هنا في البيلدنج 1، وجنب كل مبنى من المباني شاف المبنى ده بيقع في اي قطاع، قام كاتب لي اسم القطاع جنب منه. فالمبنى ده بيقع في قطاع 3، المبنى اللي بعديه بيقع في قطاع 2، اللي بعديه بيقع في قطاع 5، وهكذا. أصبح الآن كل مبنى عندي جنب منه القطاع اللي هو بيقع فيه. أصبح عندنا قطاعات، 5 قطاعات اللي موجودين عندنا، والإيه وجنب كل إيه قطاع المبنى اللي إيه اللي بيرتبط بيه. طب أنا عايز بقى أعدل، يعني مش عايز إيه طبقات تكون عندي في الداتا بيز. هاجي هنا كده على الداتا بيز بتاعتي، وأجي على الجطة، وهاجي هنا هو تعالى الميتا سيتي، وادي البيلدنج اهو اللي انا ايه بكده ما كنتش محتاج اقول له ايه ديليت، مساحه مش عايزه خلاص، لان انا ايه عندي الاحدث منه، والاحدث ده هو
هغير له اسمه واخليه بيلدينج بس اهو، تمام كده اصبح الايه المبنى الجديد عندي. اشيل ديت تاني وهضيف البيلدينج الجديده بتاعتنا اهي، ادي البيلدينج الجديده اهي، اقف كده واسحبها واروح كده افتح جدول بيانات الوصول بتاعتها اوبن اتروبيك تيبل، ونشوف كده البيانات اللي انا ايه ادي السيكتور. انا عندي 4192 مبنى موجودين في الطبقة دي موزعين على 5 قطاعات. طب انا عايز بقى اشوف كل قطاع فيه كام مبنى لوحده، نعمل ايه؟ في مجموعة ادوات ظريفة كده موجودة عندنا في الاركوتول بوكس بتساعدني ان انا اعمل عملية تحليل للجدول الكبير ده واعمل له تلخيص في جدول صغير. من ضمن التحليل انا عايز اعرف المباني اللي موجودة عندي في كل قطاع كم مبنى، ومساحة المباني في كل قطاع. في عندي أداة ظريفة كده أو أداة برمجية اسمها سيمرايز ترخيص، وديت بشغلها على النحو الآتي. أقف كده على العمود اللي أنا عايز أعمل له تلخيص، كليك يمين واقول له سمرايز، تمام كده. النافذه اللي قدامي ديت ابدا ان انا احقق شرط، انا عايز اعمل ايه؟ سيلكت افيلد سمرايز، ده الجدول او الحقل اللي انا ايه اللي انا هستخدم الجدول بتاعه في عمليه التلخيص، تمام، اللي هو الان، عايز الخص على الان يا ما هو، تمام. عايز تعرف ايه بقى؟ انزل تحت كده قول له ايه عندك المساحة اهي، هتعرف المساحات بتاعتنا، تمام. وعايز تعرف حاجة تانية؟ ممكن اجيب اي حاجة انا عايزها هنا، اي ترخيص انا عايزه هنا، ولكن احنا ايه هنخلينا على الايه على المساحة. فهقول له ايه؟ اديني عندنا اهوت في المساحة المينيمم، يعني كل سيكتور اديني اصغر مبنى فيه مساحته قد ايه، تمام، واكبر مبنى اللي هو الماكسيمم مساحته قد ايه، واديني الصم اللي هو مجموع المساحه، ولو انا عايز الستاندرد ديفيجن او الافريج او الفيريانس، دي كلها معاملات. الستاندرد ديفيجن حرف المعياري، الافريج المتوسط، والفيريانس اللي هو التباين بتاعنا. لو انا عايز الحاجات ديت انا ايه ممكن احدد، واجي هنا اهوت واحدد له المكان اللي انا هحفظ فيه اهو. انا هحفظ فين؟ في داتا تريننج، في الداتابيز بتاعتي اللي اسمها دمياطا جي دي بي، الداتابيز بتاعتي. وهسميها ايه؟ ممكن اسميها سيمرايز، اسميها باسم الايه؟ سيمرايز 1، تمام، واقول له اوكي، يبدأ يشتغل ويعمل عملية تجميع. وبعد كده بيديني النافذة اللي قدام دي او المربع ده، الحوار ده بيقول لي ايه، do you want to add the result table in the map، بيقول لك عايز تضيف الجدول ده او النتيجة بتاعت الجدول بتاعتنا ده الى الخريطة بتاعتك، هيحطه لنا هنا. احنا قلنا الجدول هيتعرض في ايه؟ في وضعية ايه يا شباب؟ ها، الوضعية اللي هي list source، تمام، هقول له اوكي. فايه عرض لي جدول في الليست باي ايه؟ باي سورس. ادي جدول راسم راز 1، اروح افتحه كده كليك يمين عليه واقول له اوبن. لاحظوا جاب لي ايه؟ ادي سيكتور 1 سيكتور 2 سيكتور 3 4، ادي الخمس ايه قطاعات اللي موجودين عندي. قال لي بقى ايه؟ قال لي قطاع واحد في 1005 مبنى. الكاونت اهو ده الكاونت بتاعنا، كاونت اي نيم، قطاع واحد ده في 1005، قطاع 2 في 357، تمام، القطاع 3 وهكذا، تمام يا شباب. خلاص كده احنا كنا قلنا ان عدد المباني اللي موجودين عندي كام؟ بص البيلدنج اهوت كام؟ 4192، صح؟ طب تمام، نروح لجدول اللي هو السمرايز اهو تاني.
يعني الكون ده المفروض يطلع 4192. نتأكد كده، نقف على كده كليك يمين، وعندي أداة تانية، أداة برمجية ظريفة اسمها إحصائيات بيانات الحقل، اللي هي إيه؟ statistics أو summation statistics. أجيبها منين؟ أقف كده عليه على العمود وأضغط كليك يمين، ومن كليك يمين أقول له إيه؟ statistics. وهذه الأداة بتطلع لي النافذة بالشكل ده. يبقى السمرايز اللي احنا الامر اللي احنا عملناه اللي فات ده بيديني جدول بيانات وصفيه فقط وليس بيانات مكانيه، جدول ملخص للبيانات الوصفيه اللي موجوده عندي في الجدول الكبير بتاع البيانات الوصفيه بتاع البندنج اللي احنا عملناه، بيديني جدول ملخص زي ما احنا شفناه. تمام. طيب الجدول الملخص ده اللي احنا شفناه ده عايزين نشوف على سبيل المثال او نتأكد ان بياناتنا ده سليمة ولا لا. تمام. بلاقي عندي هنا بيقول لي كام كون انت عندك، ها ده 1 2 3 4 5. تمام. يبقى عندنا كام كون، ها 1 2 3 4 5، العدد 5، 5 صفوف اهو. طب عايزين بقى نشوف اجمالي البيانات دي قد ايه، 4192 زي ما انتم شايفين اهو، بيدينا اكبر قيمه واصغر قيمه. تمام. المينيمم والماكسيمم، المينيمم كام؟ 357 بالنسبه للمساحه، شايفينها. الماكسيمم 1347. تمام خلاص يا شباب. يبقى دي كلها بيانات احصاءات بيتم حسابها باستخدام الاداه البرمجيه اي ستاتستيك. طبعا هذه البيانات لا يتم حفظها، تظهر في شكل نافذه فقط كده، ولا يتم حفظها في شكل جدول بيانات وصفيه زي اللي كان طلع لنا من الامر او من الاداه البرمجيه سيمرايز. تمام يا شباب. طيب نشوف ايه حاجه تانيه. طلعنا اهوت التلخيص بتاع البيانات دي. طب انا عايز يا شباب الجدول بتاع البيانات الوصفيه الخاص بيها ديت اللي هو البيلدينج ده، لو انا فتحته اهو تاني في استخدامات اراضي، انا عايز اعمل جدول بيانات اطلع فيه اللي هو جدول كده يتحط لي اللي هو اسمه الجدول المحوري، يتحط لي كده القطاعات بتاعتي هنا واستخدامات الارض اللي موجوده عندي دي كلها، او استخدام الارض حسب الطيب. تمام. او الهاي، او اللي هي الماتيريال بتاعتي او ماده البناء بتاعتي، او نوعيه المباني، او حاله المبنى. انا عايز اعمل عليه تلخيص للجدول ده بحيث ان انا اطلع جدول نهائي كده اقدر من خلاله اتعرف على الخصائص بتاعت المنطقه بتاعتي. اعمل ايه؟ في عندي ادوات برمجيه بتساعدني في كده، من ضمنها اللي هو الايه؟ بايفت تيبل. البايفت تيبل ده عباره عن جدول محوري. طب بيعمل ايه الجدول المحوري ده؟ الجدول المحوري ده بيقدر ان هو يلخص لي البيانات دي كلها حسب حقول انا بدخلها له، او حسب متطلبات انا بطلبها منه. طب نشوف الكلام ده. قبل ما اعمل البايفت تيبل لازم ان انا اشوف التكرارات اللي موجوده عندي هنا قد ايه، يعني الخص الجدول بتاعي ده اللي فيه كل البيانات دي كلها وفيها 4192 مبنى مقسمين على 5 قطاعات. انا عايز اعمل لها عمليه تلخيص، اشوف التكرارات اللي عندي دي كلها والخصها شويه. احنا عندنا كام صف يا جماعه؟ عند 4192 صف. نلخص الكلام ده كده شويه ونشوف اعمل التلخيص ده ازاي من خلال اللي هو حساب التكرارات اللي عندي. اعمل جدول كده بيطلع لي بحث فيه التكرارات عندي وبلخص الجدول ده شويه. بجيب الجدول الحساب ده ازاي وبعمله ازاي في الفريكوانسي ده ازاي؟ من اناليسيس تولز، واختار عندي خيار اسمه ستاتستيك، بلاقي عندي هنا فريكوانسيز. تمام كده. افتح لي الجدول ده بيقول لي انبوت تيبل،
بوت تيبل ان انا ايه هدخله التيبل الخاص بالبيلدينج. تمام كده يا شباب، اهو ادي التيبل الخاص بالايه بالبيلدينج. تمام، اجي هنا احفظ الاوت بوت بتاعتي. يبقى اول حاجه الانبوت تيبل، يبقى انا دخلت له التيبل الخاص بالايه بالطبقه اللي انا عايز اعمل لها عمليه اللي هو حساب التكرارات اللي عندي. وحساب التكرارات يعني ايه؟ يعني ان هو يبدا يلخص لي الجدول شويه. الاوت بوت بتاعتي، الاوت بوت بتاعتي المخرج بتاعي هسميها ايه؟ هنسميها بيلدنج فريكوانسي زي ما هي، بس هحفظها فين؟ احفظها داخل قاعده البيانات بتاعتي اهو، احفظها هنا واقول له ايه؟ اقول له سي، حفظنا المكان. طيب انت عايز بقى تعمل فريكوانسي لايه بقى؟ انا عايز احسب الفريكوانسي للسيكتور بتاعتي ومع ايه؟ مع استخدامات مثلا الاراضي او ديو تايب او الهاي او الهيكلي او اي خاصيه من الخصائص اللي عندي دي. تمام يا شباب. طب احنا هنخليها دلوقتي على استخدامات الاراضي. هاجي هنا اهو كده اهو، اقول له الفريكوانسي ده اهو احسبه لي، احسبه لي فقط على حاجتين اتنين، الاسم مع ايه؟ يعمل لي جدول محوري الوقت، الاسم مع ايه؟ او اعمل لي تلخيص او تكرارات، احسب لي التكرارات اللي هي اللاند يوز اهوت اللي هو الحقل ده، مع الحقل الخاص زي ما انا قلت من شويه اللي هو بالايه؟ الاي نيم اللي هو السيكتور بتاعي. تمام يا شباب، اهو ادي الطبقتين اهو. طيب عايز تعمل ايه كمان؟ واحسب لي الملخص بتاع المساحات بتاعته، لان انا عايز اجيب المساحات الخاصه بكل استخدام داخل كل ايه؟ داخل كل حي من الاحياء او داخل كل قطاع من القطاعات. تمام يا شباب، اهو بعد كده اعمل ايه؟ اقول له اوكي، هيطلع لي جدول بيانات وصفيه هنا اللي احنا سميناه ايه؟ بيلد فريكوانسي. وده جدول بيانات وصفيه ايضا يتم اضافته في الكيو او سي. ادي جدول البيانات الوصفيه اهوت، اضغط عليه كليك يمين واقول له اوبن، يلخص لي الدنيا شويه اهو. قال لي الاستخدامات اللي عندك اهيت، احنا مش كان عندنا هنا 4291 مبنى، شوفوا 4291 ريكورد او صف، هنا اصبحوا كام؟ 51 صف بس، اللي هي الاستخدامات موزعه على ايه؟ على القطاعات. طب انا دلوقتي عايز اشوف كل قطاع او اعمل جدول بالشكل ده، انا عايز اطلع جدول بالشكل ده يديني القطاعات اللي عندي الخمسه ويديني الاستخدامات اللي عندي اهي، اعمله ازاي؟ عايز اطلع جدول بالشكل ده، يديني اقول القطاع رقم واحد المساحه بتاعت الاستخدام، الاداره قد ايه، والتجاري قد ايه، الترفيه والثقافه قد ايه، وهكذا لكل الاستخدامات. القطاع اتنين نفس النظام، قطاع التلاته، عايز اطلع الكلام ده كله من هنا من الجدول ده، اطلعه ازاي؟ نعمل حاجه بقى اللي اسمها ايه؟ اللي هي بيفت تيبل. نروح للبيفت تيبل ده ازاي؟ من الارك تول بوكس، واروح على الخيار داتا مانجمنت تولز، وداتا مانجمنت تولز الاقي هنا عندي خيار اسمه تيبل، تيبل اهوت. تمام، ومن تيبل الاقي عندي بيفت تيبل، اضغط عليها، باجي هنا بقى يقول لي ايه البوت تيبل. البوت تيبل يعني ايه؟ ان انا ادخل له او احدد له الجدول اللي هو يعمل لي عليه او يحول لي الجدول دهوت الى جدول محوري. يعني جدول ايه يا شباب؟ انا هحول دلوقتي الجدول ده الى جدول محوري. تمام، هاجي كده احدد له الجدول اللي هو بيلدينج فريكوينسي. تمام، واقول له هنا كده ايه انبوت فيلد، ايه الفيلدات اللي انت تستخدمها؟ فانا اقول له ايه؟ استخدم لي اللاند يوز، و خلينا اللاند يوز ده او نخليها اللي هي الاي نيم. تمام، الاي نيم، الاي نيم ده هيخليه لي هنا ايه في شكل ايه يا شباب؟ في
في شكل ايه، عمودي كده اللي هو الشكل ده الايه، تمام. والبافيت فيلد اللي انت عايز تلخص عليها هنقول له ايه، لاند يوز. والفيلد اللي انت هتشتغل عليه يبقى انا حددت ايه، حددت له هنا في الجدول ده اللي هيعمل لي، اللي هيحوله لي الى جدول محوري اللي هي البافت تيبل. عشان يحوله لي جدول محوري يعمل لي ايه، بيطلب مني شوية امور كده. اول حاجة بحدد له الحقل او الفيلد اللي هيلخصه لي في شكل ايه، عمود، او اللي هو المحور العمودي للجدول اللي احنا شفناه من شوية ده. هيحط لي هنا ايه اللي هو الاي نيم او السيكتور اهو، تمام. طيب البافت فيلد، تمام، الفيلد اللي هو هيكون في شكل افقي، اللي هيكون في شكل افقي ده اللي هيبقى ايه، اداره تجاري وهكذا، ده لازم انا احدده له. فانا حددته له هنا، قلت له ايه، لاند يوز، تمام. والفاليو كولد بقى، الفاليو فيلد، الفاليو فيلد عندي اللي هي القيمه اللي هيحسب لي بقى المساحات بتاعتها، اللي انا قلت له احسبها لي المساحات، هيحسب لي مساحه ايه، كل استخدام داخل كل ايه، داخل كل قطاع من قطاعات. طيب بعد كده اروح احفظ الكلام ده اللي هي البافت فيلد اهي، بافت تيبل سوري، وراح احفظها في جدول البيانات، في قاعده البيانات الخاصه بيا اهو كده، بافت تيبل، اقول له سيف، اقول له اوكي، يبدأ يعمل لي عملية تلخيص اهو زي ما انتم شايفين اهوت، يعمل لي عملية انشاء لجدول محوري مستخرج من جدول اللي هو بيلدينج فريكوانسي اللي انا عملته من شوية. هفتح كده الجدول اهو، اقول له اوبن، فداني ادي يا شباب ايه، ادي السيكتور، سيكتور 1 2 3 4 خمس قطاعات. وجه اللي هنا بقى الاداري، مفيش مساحات اداريه، فادالها صفر. التجاري مفيش مساحات اداريه، مفيش تجاريه او تجاري في المنطقه، ادالها صفر. الترفيهي مفيش صفر. التعليم حط لك المساحات، السكني، الديني، وهكذا لكل الايه، الاستخدامات اللي موجوده عندي داخل الجدول بتاعي. طب انا عندي البيانات هنا ظاهره بالمتر، الوحدة بتاعتنا ظاهرة بالمتر، تمام يا شباب. انا عايز الوحدة دهيت ظاهرة بالمتر اهيت، وفي علامة عشرية وفي منازل عشرية حوالي 6 ارقام هم. انا عايز اقلل المنازل العشرية ديت، اقف كده على الحقل كليك يمين، الحقل من فوق كده كليك يمين، واقول له بروبرتيز، ومن النافذة اللي قدامي دهيت اختار منها نيوميريك، وهنا الاقي 6 اللي هي 6 منازل عشرية، خليها صفر، واقول له اوكي، اقول له اوكي، تمام كده. انفذ الكلام ده بقى على كل ايه، على كل الحقول اللي موجودة عندي زي ما انتم شايفين كده اهوت. اقل المنازل العشرية، اقف على رأس العمود كليك يمين، من قائمة ممتدة لبروبرتس اختار منها كده بروبرتس، وعلى النيوميريك اضغط عليها، واجي هنا اقل المنازل العشرية خليها صفر، اوكي اوكي. اصبح كده كل المنازل العشرية عندنا صفر، تمام كده يا شباب. انا دلوقتي عندي القطعة اهي، وعندي كل قطاع المساحة بتاعته موجودة، او مساحة الاستخدام، الاستخدامات المختلفة موجودة عندنا كده بالشكل ده. انا عايز بقى اربط الجدول ده ب اللي هي القطاعات اللي موجودة عندي دي. لو انا قفلت ده كده على سبيل المثال، نقفل طبقة الشوارع كده ايضا. انا عندي دلوقتي منطقة بتاعتي مكونة من 5 قطاعات اهي، كل قطاع من القطاعات دهيت زي ما انتم شايفين اهو جدول بنات الوصول بتاعتها، او اوبن اتريبيوت تيبل بتاع القطاعات، بلاقي فيها اسم القطاع، المساحه بتاعته، والايه، والباوندري بتاعها، المحيط بتاعها. انا عايز اربط بقى ايه، البيانات الخاصه بالقطاعات دهيت اللي احنا شفناها من شويه اهي دي كلها، عايز اربطها بالقطاعات دي. اعمل ايه، نفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها من شويه، ان انا اقف على طبقه السيكتور كليك يمين، واقول له ايه، القائمة المسجلة جوين اند ريليس، جوين، حدد الانيم اهو اللي انا هربط عليها، اسم اللي انا هربط عليه،
الاسم هنا هيروح للايه؟ للاسم اللي هنا. تمام، هربطه بايه؟ بابل تيبل اهيت، طبقة بابل تيبل. تمام، برضه بالانيم هنا، وبعد كده اقول له اوكي، وراح اشوف كده السيكتور اهيت اللي حصل عندي، تم ربط البيانات الخاصة بالسيكتور كلها. انا عملت عملية ايه؟ تلخيص للبيانات اللي هي في طبقة الاول سيكتور اللي هي اطباع اللي كانت في البيلدنج ديت، عملت لها تلخيص لها، وبعد ما عملت لها تلخيص تمام عملت لها فريكوانسي، وبعد الفريكوانسي عملت لها بافت تيبل، وبعد كده ربطت الايه البافت تيبل اللي طلعت لي او الجدول المحور اللي طلع لي بالسيكتورز اللي موجودة عندي، القطاعات اللي موجودة عندي. وبكده يكون اصبح البيانات اللي عندي الخاصة بالسيكتورز اللي عندي او القطاعات اللي عندي اصبحت متوفرة. هي ممكن ان انا ايه اعمل لها عملية تمثيل بياني او توزيعات على برنامج الـ RTGIS. هكتفي بكده في المحاضرة، وان شاء الله نستكمل المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.